أنا مهند العيسى سوري الجنسية، شاركت بعدد جيد لا بأس به من الدورات التدريبية، بس ما كنت أحصل على الفائدة المرجوة أو اللي بدي إياه، يظل في ثغرة معينة اللي ما أقدر أوصل فيها لمبتغاي أو حاجتي منها لهاي الدورة. فبالأخير حتى وصلت لدورة مع مشروع ريزد، كانت الدورة عبارة عن تمكين اقتصادي وقانوني بنفس الوقت، فأنا هون عرفت الثغرة اللي أنا كنت فيها أو الخطأ اللي ما كنت حاصل عليه اللي هي الثغرة القانونية، إنه أنا ما كنت أعرف القانون، ما أعرف شو اللي محتاجه حتى أبدأ مشروعي. كنت دائما أخذ دورات بالاقتصاد، بالمشاريع، بالريادة، أما الناحية القانونية ما كنت أعرف شيء فيها، أعتبر إنه أنا سوري ما بقدر أعمل أي مشروع لأنه جنسيتي مختلفة عن الجنسية الأردنية، فأنا ما إلي أي صلاحيات أعمل مشروع. فمن هون بدأت المشروع ريزد، عرفت إنه في انه انا كسوري الي اللي بقدر اعمل هالشيء، بقدر اعمل مشاريع وبقدر اعمل وارخص المشروع انا كسوري، ما مو مثل ما كنت متوقع بدايه انه انا السوري ما بقدر اعمل هالشيء. فكنت بدايه حياتي بالاردن بدات اشتري اشياء من الخارج، استورد اشياء لاصحابي، كفر موبايل، اشياء بسيطه هيك ابيعها، يعني مرابح بسيطه وقطعه قطعتين اشتري. بعدين من خلال دوره التمكين الاقتصادي عرفت انه لا، انا بقدر استورد اكثر، لو جنسيتي سوري انا بقدر استورد كميات اكبر. من هون بدات استورد اشياء اكبر وعملت متجر الكتروني على فيسبوك وصرت ابيع كميات كبيره، صرت اتوسع بالسوق، صرت ابيع لسوق الاردن كله، رخصت شركتي بالاردن. من بعد ما عملت هالمشروع عرفت انه انا كسوري الي صلاحيه ارخص والي صلاحيه استورد كميات كبيره والي صلاحيه اعمل متجر الكتروني، هذا الشيء كله ما كنت اعرف فيه ابدا بالبدايه. هالشيء انعكس علي بشكل ايجابي، صرت اقدر امن مصروف بيتي، صرت اعتمد على حالي، ما احتاج ادور على شغل مثل السابق، انه بدي اشتغل وبدي ادور على شغل، اروح اقدم سي في لشركات ويحكوا لي بعدين بنحكي معك ونتواصل معك، ما حدا يتواصل معي. فلهون انا اعتمدت على نفسي، صرت اشتغل لحالي وصار عندي مشروعي الخاص، صرت امن احتياجاتي المنزليه والي ولاهلي وقف شوي. وبظل جائحة كورونا كان في العديد من الصعوبات، بداية انه توقف الشغل، صار حاضر بالبيت، صرنا نمر بأزمة نفسية بالبيت، ما في شيء نعمله، ما في شيء نشتغله، ما في حدا نتواصل معه، حياة اجتماعية انقطعت، حياة عمل انقطعت، بزنس وشغل كله وقف. فكنا بلشنا نتعلم اونلاين بالمشروع شوي شوي. اول شيء كان في صعوبة اونلاين، مو متعود، استحي، اخجل اطلع الكاميرا قدام اونلاين، المايك ما اعرف هو فاتح ولا مسكر، هو المدرب سامعني ولا مسمعني. بعدين تاقلمنا معه وتعلمنا عليه وصرنا نحب يصير اونلاين، نفضل الاونلاين. بعد فتره لما تحسنت ظروف الكورونا صار في الوجاهه، التعليم الوجاهي بجامعه اليرموك، نروح على المشروع. بس كانت تواجهنا هون مشكله ثانيه، انه لسه مواصلات، في صعوبه بالمواصلات، اما نتاخر عن المشروع او نروح، صرنا نطلع بكير جدا حتى نلحق نوصل المشروع قبل يبلش الدوره التدريبيه، لانه اما باصات ما في، او نخاف نطلع بالباص بسبب كورونا وتجمعات، او بدنا تاكسي وتكلفتها عاليه ونتكلف كثير، ونحن بدل المواصلات ما كان يغطي هالمبلغ اللي ناخذ فيه تاكسي، فكان فيها مشاكل التاخير عن المشروع. خلص وقف. واستفدنا كثير من دورات الدعم النفسي لانه طورت من مهاراتنا، وعرفنا انه الموضوع النفسي غير، كان عندنا الشيء النفسي نعتبره شيء معيب، انه هذا اللي بده يروح دور الدعم النفسي او شيء هيك كان يعتبره مجنون، فما بصير نروح. فبعدين لما دخلنا موضوع دورات الدعم النفسي، لا، اختلف نظرتنا للدعم النفسي تماما، طلع شيء مفيد ولازم الكل ناخذ هالشيء، خاصه بعد دورات بعد ازمه كورونا، كنا نحن فعليا عن جد كنا نمر بازمه نفسيه بظل كورونا، ونحن بدورة الدعم النفسي طلعنا منها ورجعنا لحياتنا الطبيعية، ورجعنا تعرفنا على أشخاص جداد، وانخرطنا مع منظمات المجتمع المدني، ودخلنا بمسابقات بعدين بنحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب هاي الدورة. طلعنا من الدورة عندنا مهارات، دخلنا لمسابقات، شاركنا مسابقات على مستوى الأردن وفزنا بجوائز بسبب هاي الدورة اللي طلعنا منها، والمدربين اللي كانوا كفؤ لدرجة كبيرة وصلونا لهالمستوى اللي نحن وصلنا له. بس وعرفنا انه من خلال في ادوية او مكملات غذائية بتعالج الشخص، بتساعده صحيا، بتقوي من مناعته، بتفيده بظل جائحة كورونا، بتحميه من الامراض، بتحميه من اي شيء خطر ممكن يسبب له صحي. فاستفدنا من هاي الشغلات، صرنا نجيب مكملات غذائية ونستعمل انا ووالدتي بالبيت
وتحسنت صحة والدتي النفسية والصحية والجسدية، وصار عندها طاقة أعلى، خاصة أنها ست كبيرة ومسنة بالعمر. فمن هاي الناحية استفدنا جدا من التوعية الصحية، مكملات غذائية والأكلات اللي ممكن تضرب صحتنا ما كنا نعرفها. كنا نخاف نروح نسأل خبير اقتصادي، خبير تغذية عفوا، كنا ما نروح نسأل خبير تغذية لأنه مكلف، بدنا 20 دينار 40 دينار 50 دينار الجلسة الواحدة حتى نسأله أو يعطينا برنامج غذائي. فمن هون من هاي الدورة نحن صرنا لحالنا نعرف نكتب شو الأغذية اللي بتفيدنا وشو الأغذية اللي بتضرنا، ومتى الأوقات المناسبة لتناول الغذاء، وشو المكملات الغذائية اللي بحاجتها جسمنا حتى ناخذها، وشو المكملات الغذائية اللي بتحمينا من كورونا أو بتساعد على مقاومة جسمنا ضد الأمراض الكورونا، أو كيف نحمي حالنا ما يعدينا شخص مع كورونا، أو إذا حسينا بحدا كورونا كيف نحمي حالنا.